قيصر الحدود، لقب أطلقه ترامب على كامالا هاريس مستخدماً سلاح المهاجرين لتحميلها وتحميلهم أيضاً مسؤولية المعاناة الاقتصادية للأمريكيين. ورغم المغزى الساخر لهذا اللقب، إلا أن هاريس استلهمت من سخرية ترامب استراتيجيتها الانتخابية في مواجهته، مستفيدة من ميزة العرق لتقديم نفسها كراع للأقليات الأمريكية التي تكونت عبر سنوات من خلال موجات الهجرة لتمثل الأقليات الكلمة الفصل في الانتخابات الأمريكية. ولأن الولايات المتحدة تضم نحو 60.4% من البيض، فهناك 13.4% من السود الأفارقة، إضافة إلى 18.3% من اللاتينيين و 5.9% من الأسيويين التي ترجع أصول هاريس إليهما. فهذه التعددية تضر بفرص ترامب لقربهم الفطري من سياسات الحزب الديمقراطي، مع تزايد الأقليات بنسب أكبر من نسب زيادة السكان البيض، بقدوم ما يقرب من 1,000,000 مهاجر سنوياً بطرق شرعية. وهم ومن سبقهم لم ينسوا لترامب تشدد إدارته تجاه الهجرة وبناء الجدار الفاصل بين الحدود الأمريكية والمكسيكية الذي وعد باستكماله حال فوزه. ورغم اتهام ترامب بالعنصرية والتمييز وفق اللون، إلا أنه برز في حركة الاحتجاجات التي تابعت مقتل جورج فلويد، وحاول استغلال الموقف والظهور كمرشح القانون والنظام، واتهم الديمقراطيين بدعم الفوضى رغم نجاحهم في نزع فتيل الأزمة وتبني إصلاحات الشرطة، وهو ما أضر بترامب بعد أن دفعت حادثة جورج فلويد السود لتسجيل ناخبيهم كي يكون لهم دور أكبر في اختيار من يمثلهم. يقوم الحزب الديمقراطي بدعم تسجيل المواطنين السود في السجلات الانتخابية خاصة في الولايات المتأرجحة، وهو ما يفيد هاريس. ولأن أصوات الأقليات ساهمت في إجلاس بايدن على مقعد الرئاسة، تتمسك بها هاريس مغازلة الناخبين الملونين لتكرر على مسامعهم أنها واحدة منهم، لأن الأقليات الثلاث الأقرب لهاريس السود واللاتينيين والأسيويين يمثلون نحو 39% من سكان الولايات المتحدة، إضافة إلى خصوصية وضع العرب الأمريكيين الذين دشنوا حملة غير ملتزم اعتراضا على سياسة بايدن تجاه إسرائيل، وأفقدوه نحو 100,000 صوت قالوا إنهم مستعدون لتوجيههم إلى هاريس حال نجاحها في وقف الحرب. وهي صفقة رابحة تحاول الإدارة الديمقراطية إبرامها لضمان الفوز في السباق الرئاسي.